السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعي إذاعة تطريز مع مريم. كنتمنى إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. فيديو جديد بعد غيبة طويلة جدا، ولكن يعني الغيبة اللي دتنا غير الخدمة، الخدمة خصوصا مع التصميم، لأن تصميم البرنامج ديال ويلكم فعلا كيدي الوقت وكيدي، يعني ما غاديش يعرف بحق هذا الكلام غير اللي كيصمم دائما، اللي كيصمم في الخدمة اللي كتكون جديدة. إذا بالنسبة لهادو بعض موديلات اللي خدمت في شهر ديال رمضان، هادو وجدناهم جليلبات، يعني هادو كانوا عندي تويبات، كاينين تويبات خدمناهم جلالب طالعين، وكاينين الناس اللي طلبوا لنا غير تويبات، صيفطنا لهم التويبات ديالهم، يعني كيعزلوا اللون كيعزلوا الرشمه اللي بغات، وكانت احنا كنخدموها وكنصيفطوها عليها. بالنسبه دائما الاثواب ديالنا كتكون متميزه في الخدمه ديالها، يعني ما كنخدموش بالخدمه ديال السوق نهائيا، يعني الزواق اللي كتشوفوا في ديال العادي هكا ديال الكمبيوتر ما كنخدموش نهائيا، لدرجه ان حتى هذه الطريقه هذه لا بالنسبه ليا ولا حتى بالنسبه للاخت ديالي زينب، يعني لدرجه ان الخدمه ديال بوان دو كخوا وطرز ديال الحساب والرازو، يعني بزاف ديال الحوايج اللي كيخدموها هكا في الكمبيوتر حنا ما كنخدموهمش، لان الكليان دائما كيمشي الطريقه باش كان يعني اولا كيمشي كيختارنا على حساب ديك الخدمه اللي كنخدمو ديال الطرز الرباطي، هذه هي اللي كيبغي الكليان بزاف اللي كيتعامل معنا. اذا طلينا عليكم هاد الطيله هذه، ولنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.